طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار المساء، والتي نركز فيها على محورين. الأول حول قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي بمصادرة أملاك وأموال عوائل النظام السابق وأقربائهم. وفي المحور الثاني نناقش طلب رئيس الحكومة حيدر العبادي من قوات حلف شمال الأطلسي البقاء في العراق. فاصل ونعود إليكم. احتدمت وتيرة النزاعات بين الجماعات المسلحة المرتبطة بأحزاب متنفذة وبين الأهالي في مناطق عدة بالعراق بهدف الاستيلاء عنوة على أراض وعقارات في ظل ضعف سلطة الدولة. يأتي هذا في وقت أعلنت فيه هيئة المساءلة والعدالة عن لائحة بأسماء قيادات ومسؤولين في النظام السابق تقرر مصادرة أملاكهم وأموالهم المنقولة وغير المنقولة، في موقف عده البعض بأنه ليس أكثر من دعاية انتخابية. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. مع اقتراب موعد الانتخابات تحاول الأحزاب السياسية في العراق تبني قرارات توحي بها بأنها حريصة على أموال وممتلكات الدولة، وكأنها لم تكن مسؤولة عن ضياع وهدر مئات المليارات خلال السنوات الأربعة عشر الماضية، بحسب تصريح رئيس هيئة النزاهة الأسبق رحيم العكيلي. هيئة المساءلة والعدالة تصدر لائحة تتيح مصادرة أملاك وأموال منقولة وغير منقولة لأكثر من 4354 مسؤولاً وقيادياً في النظام السابق. ولم تقتصر المصادرة على القيادات فقط، بل شملت زوجاتهم وأبنائهم وتعدت إلى الدرجة الثانية من أقاربهم، بل وتضمنت أسماء متوفين أيضاً. الهيئة بررت موقفها الأخير بأن الغرض منه غلق هذا الملف وعدم تركه معلقاً بعد نحو عقد ونصف العقد من الزمن، رغم أن معظم العقارات والمنازل التي تعود لمسؤولين في النظام السابق تتخذها أحزاب وكتل سياسية مقاراً ومكاتب لها منذ العام 2003. الحكومة التي لطالما أعلنت أنها بصدد فرض القانون ومحاربة الفساد التزمت الصمت كعادتها أمام ما عد بأنه فضيحة كشفت عنها صحيفة الشرق الأوسط مؤخراً، والتي أكدت فيها أن أحزاباً وشخصيات متنفذة في العراق يسيطرون على 1800 عقار مملوك للدولة ما بين قصور رئاسية وأراض زراعية من خلال تزوير المستندات. ووصل الفساد والتزوير إلى أملاك المواطنين أيضاً، إذ بين الفينة والأخرى تشهد مناطق بغداد نزاعات بين مجاميع مسلحة تابعة لأحزاب متنفذة وسكان مناطق في العاصمة بعد سعي أحزاب للاستيلاء عنوة على أراضي بعينها. وتتصاعد وتيرة فوضى مصادرة الأراضي بالتزامن مع ضعف الدولة وتنامي سطوة الأحزاب السياسية التي تستقوي بفصائلها المسلحة لتفرض ما قيل إنه الأمر الواقع. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الأستاذ مازن التميمي، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة البريطانية لندن، والشيخ عبد القادر النايل الناشط السياسي من عمان. فمرحبا بكما معنا. أستاذ مازن التميمي، كيف تقرأ قرار هيئة المساءلة والعدالة في هذا الوقت بالتحديد قبيل الانتخابات النيابية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيفك الأخ العزيز عبد القادر ولكل المشاهدين. الحقيقة القرار ليس غريبا ولم نفاجأ بهكذا قرار، يعني هذه القرارات هي امتداد لسياسة الفقد والانتقام التي جاء المحتل بهؤلاء الزمر التي جثمت على صدر العراقيين. فماذا نتوقع منهم غير هذه القرارات التي تؤذي العراقيين وتؤذي شعب العراق، لأنها هذا القرار الحقيقة وصمة عار يضاف إلى جبين العملية السياسية ومن كان وراء هذا القرار. والقرار إذا كان البعض يعتقد هو لأغراض انتخابية فهي دعاية رخيصة، وبالتالي يعني تعبر عن إفلاس هذه العملية وهذه الحكومة. أنا أعتقد هذا القرار جاء لاسترضاء إيران، لأن هذا القرار تضمن كثير من العسكريين الذين قاتلوا إيران ودافعوا عن الوطن واستشهدوا من أجل الوطن. والغريب أنه أصحاب هذا القرار كانوا يقاتلون
مع إيران ضد العراق وضد شعب العراق، وبالتالي فليس غريبا أن يصدر هذا القرار، ولكن المعيب أنه من هم بالسلطة سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو التشريعية جميعهم يسرقون وينهبون وهم يتحدثون عن الفساد، وإذا بهم يصادرون أموال العراقيين الشرفاء الذين خدموا الدولة لسنوات طويلة، وقسم من هؤلاء متوفي من 40 عام، يعني الرئيس أحمد حسن بكر الله يرحمه توفى قبل 38 سنة، وكذلك أكو أشباء بالستينات توفوا، شم 60 كاظم وغيره، فهذا الشيء يعزز على هذا الحقد الدفين لهذه الحكومة المرتبطة بإيران والتي هي حكومة ظل في إيران. فأنا أعتقد يعني يعاقب العراق الذي خدم وطنه ويكرم من كان هارب من الخدمة العسكرية ويقاتل مع إيران وتعتبر له خدمة جهادية ويكرم بقطع أراضي وبمبالغ. فإذا هذه هي حكومة معروف أنها تريد أن تنتقم، وإذا كان التوقيت يعتقد البعض أنها دعاية انتخابية فهي دعاية انتخابية رخيصة، وهي أسوأ دعاية انتخابية في تقديري، وهي وصمة عار في جبين هذه العملية ومن وجبين من كان وراء هذا القرار. وأنا أعتقد إذا كان يعتقد البعض أن العراقيين يعتبرون هذا القرار هو مو يعني نقطة إيجابية لهذه العملية السياسية فهم واهمون. العراقيون جميعا رافضين لهذه العملية السياسية، وقد عبروا من خلال الاعتصامات ومن خلال التظاهرات ومن خلال ما نلمسه يوميا من الشارع العراقي الذي يتهم الحكومة بالحرمنة والسرقة والعمالة والطائفية. فلا نستغرب من دوس أن يتخذ من هكذا قرار، ولا نستغرب من عملاء أن يتخذوا هذا القرار، وهو معروف بالنسبة أنه هذا القرار أيضا هذا القرار هو سرقة لأموال المواطنين الذين معروف 95% من القائمة هؤلاء لا يمتلكون إلا دار سكنهم، والآن الحكومة تريد أن تسرق حتى هذا الدار من هؤلاء المواطنين الذين ضحوا من أجل العراق وساهموا في بناء العراق. فلا أستغرب الحقيقة وليس غريبا عليهم في هذا القرار. نعم شيخ عبد القادر الناير، يعني ألم تقم الأحزاب المشاركة بالعملية السياسية والميليشيات كذلك المرتبطة بها بمصادرة أغلب أملاك الدولة العراقية بعد الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق، لماذا هذا القرار الجديد برأيك؟ وقد سبقته طبعا قرارات أخرى من قبل البرلمان تدعو إلى مصادرة أملاك من كانوا في النظام السابق قبل هذا القرار. بدءا اهلا وسهلا بك ومشاهدي قناه الرافدين الفضائيه وبضيفك العزيز الاستاذ مازن التميمي. من المؤكد ان هؤلاء حقيقه يتضح انهم لا زالوا يعيشون في عقليه السرقه، وهؤلاء السراق يعني من فكوا الا انهم يريدون تشريع قوانين تبيح لهم السرقات الاستمراريه، لانهم لا زالوا يعيشون كما كانوا يسرقون وكما كانوا يتجولون للسرقة الصغيرة وتمهيدا لما سرقوه من العراق من سرقات كبيرة. وبالتالي يأتي هذا القانون بعدما واقعيا أنهم استولوا على هذه الأملاك الشخصية فضلا عن أملاك الدولة التي لم تسجل باسم أحدا، يعني لم يجدوا القصور الرئاسية ولا المنشآت الكبيرة مسجلة باسم أحد من النظام السابق، إنما وجدوها مسجلة باسم وزارة المالية وهم الآن يسكنون فيها ويستحوذون عليها، وبالتالي انتقلوا إلى مرحلة تجريد والاستيلاء وسرقة الأموال الخاصة للمواطنين بحجة أن هؤلاء كانوا ضمن مؤسسات دولة وكانوا ضمن نظام سابق. طيب هو كان نظاما سابقا، زين إذا هم أسسوا لهذا القانون فكيف ستكون تداعيه؟ لأنه الماضي قد انتهى والحاضر سيزول، المستقبل إذا جاء. إذا ما أردنا أن نقيس على هذا القانون فإن 204 من الأحزاب الحالية المشاركة في السلطة في العراق فإن أتباعها وذويها أيضا سيكرس عليهم قرارا قادما إذا ما أزيحوا عن العملية السياسية وستصادر أموالهم بناء على التأسيس الذي فعلوه. إذا هذا القرار حقيقة قرار يعني وصمة عار
بوجه كل من ينتمي إلى العملية السياسية ليؤكد مرة ثانية أن هؤلاء ليسوا رجال دولة ولا يمكن لهم أن يؤسسوا لعملية وئام أو تصالح عراقي أو شعبي موجود في العراق، فهم يحتاشون على الأزمات وبالتالي هم يريدون بهذا الإطار. وإلا فإن القانون العراقي في المادة 96 من قانون 78 لسنة 1980 يؤكد على أن الميت لا يحق مصادرة أو إصدار قوانين على أملاكه لأنها ذهبت إلى ذويه وإلى أصحاب التركة. وبالتالي نحن اليوم أمام كم هائل من الأسماء الذين توفوا وبالتالي وزعت تركاتهم وانتهت القضية، فكيف يتم إصدار عليهم أوامر بسلب ونهب وسرقة ممتلكاتهم؟ فضلا على أن قانون هيئة المساءلة والعدالة التي قدمت الأسماء في 28 شباط بطريقة خبيثة أنها نص القانون على إلزام هيئة المساءلة والعدالة منذ انطلاق تأسيسها والتصويت عليها على تقديم الأسماء خلال مدة 90 يوم. ومعلوم تماما أنه في تموز 2017 تم المصادقة على أسماء هيئة المساءلة والعدالة، وبالتالي نحن أمام أكثر من 90 يوم لأنه 3 أشهر انتهت، ونحن أمام ما يقارب حقيقة 7 أشهر من إصدار هذه الأسماء. وبالتالي قانونا حسب تشريعهم البرلماني فإنه تقديم الأسماء باطل بالكامل حسب ما ألزمهم حقيقة هيئة المساءلة والعدالة في 90 يوم. ولذلك إن أموال الملكية التي صدرت في القانون الحديث الجديد والتي صوت عليه برلمانهم الحالي تؤكد في المادة 72 من المادة الثالثة أنه لا يجوز حقيقة الاستيلاء على أي من أو من الأملاك الخاصة إلا بقرار قضائي، فكيف يتم تقديم أسماء من قبل هيئة المساءلة والعدالة وبالتالي تحديد هذه الأسماء بطريقة واضحة تماما؟ وبالتالي مما يثير الاستغراب في نقطة سريعة تماما أنه بعض الأسماء عندما دخل تنظيم الدولة إلى العراق استعانوا بهم ومنحوهم مناصب كاللواء الركن أحمد صداق السليباوي في الأنبار، تم منحه منصب مديرا عاما للشرطة وهذا منصب خاص إضافة إلى أنه منصبا أمنيا، فكيف كانت هيئة المساءلة والعدالة نائمة أن هذا الشخص مشمول بهيئة الاجتثاث وبقراراتها يوم أن منح المنصب وقاتل وبالتالي وقف مع الحكومة وقتل أثناء أداء مهامه العسكرية مع الحكومة، وبالتالي الآن يصدر أوامر مصادرة ممتلكاته وأمواله؟ وكذلك هناك أسماء أيضا قتلها تنظيم الدولة كحامد الزبار في الفلوجة، شخصية معروفة وتم الاستيلاء على ممتلكاته وبعد سيطرة الفلوجة استولت الأحزاب والميليشيات على ممتلكاته. إذن هناك وجهان لعملية واحدة هي عملية استهداف العراقيين، وبالتالي هذه القضية لن تقف عند هذه الطائلة لأن عمليات النهب والسلب وتفجير المنازل تمضي فقط ليس فقط على هؤلاء 4000. نعم أستاذ مازن التميمي، يعني أكثر من 4200 شخص في النظام السابق، وكما يعني شاهدنا القوائم هناك رتب مقدم ورائد في الجيش أو في الأجهزة الأمنية، القرار يشمل حتى أقرباء مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة ومن هم أقرباء هؤلاء، يعني كيف تقرأ هذا التوسع؟ يعني إذا 4250 وشمل هذا العدد أقرباء وأزواج من تم إدراجه في هذه القوائم سوف يشمل عشرات الآلاف. أكيد يشمل عشرات الآلاف لأنه هذا القرار هو أساساً حقيقة عقوبة لكل العراقيين الذين قاتلوا إيران، يعني كثير من هؤلاء الضباط المقدمية والأمن والعسكر كان لهم موقف مشرف بالحرب العراقية ضد إيران ومنعوا إيران من التمدد وجرعوا الخميني السام، فهذا القرار جاء انتقاماً من هؤلاء على موقفهم. دليل أنه هذا القرار طبخ في طهران واسترضاء لقاسم سليماني الذي يزور بغداد ويتواجد في بغداد، هو من وراء دفع بهذا القرار لأنه يريدون أن ينتقمون من كل عنوان وطني من كل حالة وطنية بالعراق. التفصيل ليس فقط بس
ما يسمى هم ما يدعون انه ازلام النظام الوطني السابق، وانما كل حاله وطنيه بالعراق هي يجب ان تعاقب ويجب ان ينتقم منها بشتى الوسائل. ولذلك كلنا نتذكر ماده 4 ارهاب والمخبر السري، اليست تكون تقارير المخبر السري كاذبه واستهدفت كثير من المواطنين الابرياء؟ الم تكون ماده 4 ارهاب حصلت على كل معارض لهذه العمليه وللاحتلال وللوجود الايراني؟ فاذا هي عمليه انتقام من العراقيين، وبالتالي هي عمليه حرمله مضافه الى ما سرد من العراقيين يريدون ان يسرقون المواطن العراقي حتى بدار سكنه. فهذا يعني من المعيب انه وزير تجاره حزب الدعوه سرق المليارات سلاح السوداني، وباعتراف حكومة المنطقة السوداء أنه سارق وهرب من بغداد ولم يتخذ قرار. أين هي قراراتهم من السراق واللصوص الذي تحدث عنهم بشعان الشكوري وقال كلنا حرامية؟ لماذا لم تصادر أموال هؤلاء الحرامية أو يتخذ قرار بهم بأنهم جميعا حرامية ولا يقبلون أن يكون شريف أو وطني بالعراق؟ يريدون الجميع أن يكونون على شاكلتهم، وهم لا يمثلون إلا نسبة قليلة من الشعب العراقي، لأن يعني الشعب العراقي رافضهم. وكل هذه الأموال التي يتحدثون عنها لمصادرتها ما تأتي بنسبة 1% من الذين سرقوا من العراق 2003 ولغاية الآن. الوزارات تباع بسوق النخاسة والقاصي والداني يعرف هذا. الفساد هم يتحدثون عن حجم الفساد، العراق تسلسل 168 رقم على أنه الدولة الفاسدة. فبالتالي هذا القرار هو جاء لغرض أن الحقيقة في تقديري هذا القرار جاء حتى يغطي عن عملية استملاك العقارات والدور التي استحوذت عليها الميليشيات والأحزاب الموالية إلى إيران، ويريدون بهذا القرار حتى أن المواطن أن لا يتحدث عن هذه السرقات وعن هذه الانتهاكات وعن هذه الأراضي والعقارات التي سيطرت عليها الميليشيات وتسيطر عليها باستمرار. أرادوا أن يصدروا هذا القرار. ومن المعيب أنه كثير من هؤلاء الناس، يعني اكو شخصيات مثل الدكتور عزة مصطفى الله يرحمه، هذا رجل معروف يعني انه كان غني من قبل ان يجي حزب البعث الى السلطه في العراق، ايضا جُمل بهذا القرار وغيره وغيره وغيره. هذا دليل على انهم لا يريدون اي شخص اخر ما قبل الاحتلال وكان موجودا بالعراق فيعتبر هذا انه كان مواليا للنظام وضد ايران وقاتل مع ايران ساهم سواء. بعدين من هم اصحاب هذا القرار؟ نعم. اليس هي نفس الحكومه المتهمه بالفساد؟ نعم. اليس القضاء متهم بالتسييس والفساد؟ اليس هي هيئه النزاهه متهمه؟ الم يتحدث رحيم العقيلي رئيس هيئه النزاهه عن 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 ما عن حجم الفساد وعن دور الفساد؟ نعم. فإذا بالتالي أنا أعتقد أنه يراد من هذا القرار يتصورون إضعاف أو كسر شوكة القوة الوطنية بالعراق. نعم بالعكس ستزيد، هذا القرار سيزيد الوطنيين الأشراف قوة وصلابة. نعم أستاذ مازن. الأسماء الموجودة بهذه القائمة هي قائمة الشرف، أريد من هذه القائمة أن نعم. تعاقب، ولكن أنا أعتقد حتى أصحاب هذه القائمة نعم أستاذ مازن مقبورين، وإذا من كان منهم من قضى نحبه ومنهم الآن على قيد الحياة فخور لأن هذا القرار. نعم أستاذ مازن التميمي أعود إليك. الوطني الرافض للاحتلال الأمريكي والإيراني. نعم شيخ عبد القادر، يعني أكثر من 32 ألف مبنى سكني وتجاري وأراضي ومزارع ومحال تجارية وحتى دور عبادة تتوزع هذه الممتلكات بين أملاك عامة كمقرات المؤسسات العراقية السابقة والتي تم يعني تم حلها بأمر من الحاكم المدني بول بريمر، وأملاك خاصة تتبع لمسؤولين في النظام السابق. لماذا الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال الأمريكي تركت هذه الأملاك كمقرات للأحزاب والميليشيات إذا كانت تريد بالفعل إرجاع هذه الممتلكات إلى 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 الدولة؟ أولا هي لا تريد أي إرجاع لهذه الممتلكات إلى الدولة، لأنها حقيقة هذه الحكومة تعتمد على البلطجية، وبالتالي لا يوجد هناك قوانين مؤسساتية تعتمد على صيانة وحفظ ممتلكات الدولة ضمن وزارة المالية
لانه كما اشرتم الى انه التوزيع هو التوزيع بين هذه الاحزاب الرئيسيه، ولذلك تراهم هم يوسعون املاكهم على حساب العراقيين، وليس القضيه تتعلق ايضا فقط في املاك الدوله او المقرات السابقه. الم يستولي عمار الحكيم على ممتلكات المسيحيين في الكراده وشارع النضال بطريقه واضحه؟ نعم. الم يتم تزوير وكالات وشراء منازل في بغداد من العرب السنة ومن الأكراد ومن المسيحيين، وبالتالي يتم بيعها بطريق وكالات مزورة ويتم تحويلها بأسماء آخرين، ويتم إجبار بعضهم على بيع ممتلكاته بأثمان رخيصة وليس بما تستحق هذه العقارات. إذن العملية هي عملية ترسيخ، أن تكون هناك الأملاك الرئيسية والشوارع الرئيسية كلها تتبع ل هذه الأحزاب وميليشياتها بطريقة واضحة. وما يجري الآن في محافظات الأنبار، الموصل، صلاح الدين، ألم يكن هناك إثراء كبير لقادة الميليشيات عبر تفجير المنازل وبيع الحديد وبيع الممتلكات المواطنين؟ هم يا سيد العزيز لم يدعوا حتى أوان طبق، وسرقت حتى يعني المنشآت الحكومية وتم بيعها في 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 الأسواق، وهذا معلوم تماما. ولذلك بيع النحاس وبيعت المنشآت، يوم نتكلم عن 10,000 مصنع عراقي يمكن أن يشد رمق لأكثر من 5,000 نسمة، 500,000 نسمة، يعني يمكن أن يوظف أكثر من 100,000 موظف في العراق ويفتح باب فرص العمل، لكن سرقت هذه المعامل 10,000 وبيعت، وبالتالي هؤلاء يريدون الزيادة في الثراء، لذلك هم غير حريصين بالمطلق. لذلك قرارهم على 4,000 بهكذا توقيت، وبالتالي هم وضعوا أمام المتضررين شهرا واحدا للطعن بهذه القضية. هي عملية بلطجة بكل ما تعنيه الكلمة لتمارسها السلطة السياسية على الناس وعلى المواطنين. لذلك من خلالكم أدعو المتضررين، لأنه بابا ربما كل ضارة نافعة، هناك بابا مهما لهم، لأن القضاء في العراق يقفل أبوابه أمامهم، فإذا هم الوحيدون الآن الذي ينطبق عليهم شروط المحكمة الجنائية الدولية أن يقيمون دعاوى على الحكومة في الجنائية الدولية أو في محاكم خارج العراق. لذلك عليهم أن يؤسسوا لهيئة دفاع تقيم دعاوى على الحكومة والأطراف السياسية، لأن الشروط الدولية في القانون الدولي الوحيد تنطبق عليهم، فعليهم أن يستثمروا هذه الفرصة ضد هؤلاء السراق وضد هؤلاء الذين آذوا ليس فقط هؤلاء 4,000 إنما آذوا العراقيين بكل الممتلكات. سبقتنا شيخ عبد القادر بالتساؤل حول الوضع القانوني. أستاذ مازن التميمي، يعني عمليات المصادرة شملت مساجد وكنائس وأديرة قديمة خاصة في العاصمة بغداد، فضلا عن المناطق المصنفة كوقف ديني أو أثري يعود لحقب بغداد القديمة. من الناحية القانونية، كيف يتم تحويل كل هذه الممتلكات التي هي تعتبر ممتلكات عامة إلى أسماء أشخاص؟ أخي، لأن ما أكو في العراق دولة ولا أكو قانون، أكو مجموعة من اللصوص جاء بها الاحتلال لكي تقوم بهذا الدور، وبالتالي هو العراق كله مستباح. يعني ألم قبل سنين، ألم نائب رئيس الجمهورية حمايته تدخل على مصرف الدولية بالكرادة وتسرق أمام العالم، أين هو من العقاب؟ أليس في الدور عندما دخلت الميليشيات والحشد وحرقوا الدور والمحلات وسرقوا الممتلكات وأمام مرأى العالم، أين كانت منهم الدولة وأين كان منهم القانون وأين كان منهم القضاء؟ حكومة هي حكومة لصوص، وبالتالي للمساجد وللكنائس كل شيء مستباح بالنسبة لهم، ويعتبرون العراق ضيعة لهم، وبالتالي فهم ما يفعلوه فهو بالنسبة لهم طبيعي، لأنه من حقهم أن يسرقوا العراق مثل ما سرق ثروة العراق من 2003 إلى الغاية الآن، أكثر من 1200 مليار من ميزانية الدولة لم يستفيد منها أبناء الشعب العراقي، ولم تبنى طابوقة في العراق، بل العكس، فلشوا ما كان مبني. فإذا هو بالنسبة حتى يعني ألم تقتل الناس داخل المساجد؟ نسينا جرائم اللي صارت في جامع مصعب بن عمير وغيره وغيره، ألم تستباح الكنائس؟ فبالتالي هو البشر مستباح، فالحجر انه صعب ان يختصوه. تتحدث الاخ عبد القادر على عمار الحكيم اللي هو عمامه من هاي العمائم اللي جاءت ايران، وبس بالدين قاعد ناخذ نفس الكراده،
وشنو خمس جدة مال أبوه. نعم. حتى المدرسة مدرسة طالب فيها على أنه هي تابعة لداخل. بالنسبة لهم سياسة النهب سياسة ممنهجة وسياسة ليس وليدة لحظتها، وإنما نعم. تربوا على أن ينهبوا العراق، يدمروا العراق، يجرحوا الفتنة داخل العراق. ولذلك المساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات، انظر إلى مستشفيات العراق. نعم. حتى الأجهزة سرقت داخل المستشفى. نعم. في كل مرافق الدولة عملية السرقة، وأصبحت السرقة حالة وظاهرة بالنسبة لهم طبيعية. يعني يفتخر عضو البرلمان أنه عندما يسرق يفتخر الوزير. ولذلك يعني الآن مطلوب من المجتمع الدولي أن يقف ولو لمرة واحدة أمام هذه الظواهر التي أصبحت لا يمكن أن تقبل لا على المستوى الإنساني ولا على المستوى القانوني. نعم أستاذ مازن. العالم يقبل لحكومة تسرق شعب؟ نعم أستاذ مازن. كيف يقبل لحكومة رئيسها يروح دولة إلى 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 دولة، رئيس الدولة يقول له وزرائك اليوم أخذتهم قيمة 200-300 مليون؟ أستاذ مازن التميمي. نعم. عذرا على المقاطعة أستاذ مازن. شيخ عبد القادر بدقيقتين فقط لو سمحت، أنت أشرت إلى أن لجوء هذه العوائل إلى القضاء في العراق ليس له من أي نتيجة بسبب أن القرار القضاء مسيس كما أشرت، اللجوء إلى 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 المحاكم الدولية، هذا الاستيلاء على هذه الأملاك، هناك من يقول بأنها تأتي في سياق التغيير الديموغرافي، كيف تقرأ هذا التحليل؟ بالمؤكد أن ما يجري من عملية الاستيلاء ولو تتبعت الأسماء لوجدتها تغييرا ديموغرافيا ممنهجا. لذلك القضية قضية في إطار عام لمشروع التغيير الديموغرافي، فما بين الاستيلاء على مناطق كاملة كجرف الصخر والكرادة، يعني تغيير ديموغرافي تحت يافطة المساءلة والعدالة وتحت يافطة قرارات برلمانية. بالتأكيد وهناك تواطؤ من قبل أطراف معينة هي التي تدفع بهذا التغيير بغية الحصول على مناصب سياسية. لذلك ينبغي حقيقة أن يتم الوقوف بوجه هؤلاء، وأكرر على أن القانون الدولي هو حقيقة الآن يقف بجانب المتضررين، لأن القانون والحكومة لا تسمح لهؤلاء أصلاً بالقدوم داخل العراق، فكيف لها أن تفتح أبواب المحاكم؟ لذلك اليوم القانون الدولي فقط يتيح لهؤلاء 4000 أن يقدمون شكاوى في محاكم إقليمية أوروبية غيرها، ثم ينتقلون إلى المحكمة الجنائية. فعليهم أن يستثمروا هذه القضية ليس فقط لصالحهم، إنما لصالح العراق ولصالح الجريمة المنظمة التي تمضي في العراق على رقاب العراق. نعم. شيخ عبد القادر النايل الناشط السياسي من عمان، والأستاذ مازن التميمي الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة البريطانية لندن، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود لمناقشة المحور الثاني. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم من جديد. بعد أيام من تصويت مجلس النواب على قرار يجبر حكومة العبادي على وضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق، قال حلف شمال الأطلسي الناتو إنه
إن قواته ستبقى في العراق بناء على طلب من حكومة العبادي، وذلك من أجل مهام تتعلق بالتدريب والتأكد من عدم ظهور تنظيم الدولة مجددا. نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. قوات حلف الناتو ستبقى في العراق بناء على طلب حكومة العبادي، هكذا صرح يانس ستولتنبرغ أمين عام حلف شمال الأطلسي خلال زيارته إلى بغداد، زيارة عكست إلى حد كبير توجه الحلف نحو تدعيم وجوده العسكري بالعراق في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة، مدفوعا برغبة أمريكية في البقاء على الأرض العراقية تحت مظلة الناتو بعيدا عن بنود اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد، والتي لا تتيح للقوات الأمريكية البقاء بعد انتهاء الحرب ضد التنظيم. غير أن ذلك التوجه من جانب العبادي من شأنه أن يثير حفيظة جهات نافذة تشاركه السلطة أو تنافسه عليها، فميليشيات الحشد وامتداداتها السياسية بدأت مبكرا التعبير عن معارضتها استمرار وجود القوات الأمريكية في العراق، مطالبة العبادي بوضع جدول زمني لخروج تلك القوات، بل إن بعض تلك الميليشيات هدد باللجوء إلى القوة لإخراج العسكريين الأمريكيين من العراق. ولا عجب في الموقف الميليشياوي المتشدد تجاه القوات الأمريكية أو غيرها من القوات الغربية، فإيران ترى في واشنطن منافسا لها في النفوذ على الأرض العراقية، وميليشيات الحشد ترتبط بإيران ارتباطا يمتد من الولاء المذهبي والسياسي إلى الولاء التنظيمي، إذ أن كثير من قادة الميليشيات عملوا في صفوف الحرس الثوري الإيراني، بل حارب بعضهم ضد بلده إبان الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي. الإدارة الأمريكية تسعى على ما يبدو إلى تصحيح ما تعتبره خطأ استراتيجيا مثله الانسحاب العسكري من العراق المعلن في 2011، بينما يرى محللون أن العراق لن ينعم بالاستقرار طالما بقي الوجود الأجنبي على أرضه وطالما بقي قرار حكوماته رهن صراع النفوذ بين طهران وواشنطن. ولمناقشة هذا المحور ينضم إلينا الأستاذ أمير المفرجي الكاتب والمحلل السياسي من باريس، والنقيب محمد فوزي اللامي المحلل الأمني والعسكري من برلين، فمرحبا بكما معنا. أستاذ أمير، يعني قوات حلف شمال الأطلسي باقية في العراق وبطلب من حكومة حيدر العبادي، وهذا تعارض واضح مع قرار البرلمان قبل أيام والذي طالب رئيس الحكومة بوضع جدول لانسحاب القوات الأجنبية من العراق، كيف تقرأ هذا القرار؟ مساء الخير وشكرا للاستضافة. شيء طبيعي ان قرار البرلمان العراقي الذي يعني نجد فيه أغلبية من الأحزاب التي يعني أعلنت ولاءها لإيران بصراحة، فالمشكلة هي الآن هي مشكلة وجود إيران ويعني الخلاف الغربي الأمريكي ضد الوجود الإيراني في العراق. ولكن قبل أن أجيب على سؤالك الكريم، يجب أن نذكر كل من ينادي يعني بخروج القوات الأمريكية من العراق بأن أمريكا عندما دخلت للعراق بحجة امتلاكه لسلاح الدمار الشامل، يعني لم تستطيع البقاء، ولكن استطاعت أن تجد من يبقيها في العراق ألا وهي الأحزاب القريبة من إيران. ولكن مع كل هذا لم تنجح أمريكا في بقائها في العراق، لأن العراقيون كانوا ضدها وخسرت الكثير من المعدات ومن الأرواح في العراق. الآن يعني يأتون بالقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تخرج من العراق. الولايات المتحدة هي التي أدخلت هذا النظام في العراق، ولكن المشكلة في هذه الأحزاب التي لم تفهم الاستراتيجية الأمريكية، لأن الاستراتيجية الأمريكية بنيت على أساس أولا البقاء في العراق والاستفادة من وجود الأحزاب التي كانت لها يعني نوع من الحقد على النظام السابق وعلى كل شيء وطني، فلهذا استفادت أمريكا. ولكن الآن انتهى هذا الدور، الآن هناك استراتيجية جديدة قد فهمت من قبل إيران نفسها، ولكن الأحزاب العراقية الطائفية التي يعني الولاء الكامل لإيران أصبحت عمياء، لأنها لا تريد أن تفهم، لا تريد أن تقرأ،
المهم بالنسبة لها هو ما يصل لها من إيران وتنفيذ كل ما تطلبه إيران منها. إذن من هذا المنطق أنا في نظري يعني الولايات المتحدة الأمريكية جادة في قطع أذرع إيران في العراق. والسيد حيدر العبادي يعني ليس له تلك القوة في أن يقول لأمريكا أو للغرب بأن يخرجوا من العراق في الوقت الحاضر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لها يعني استراتيجية طويلة الأمد، وهؤلاء هم نفسهم هم من تحملوا بقاها لحد الآن في العراق. نعم، والتعارض مع قرار جدولة الانسحاب من قبل البرلمان الذي صدر قبل أيام. عفوا ما سمعتك. هذا يتعارض يعني إعلان حلف شمال الأطلسي اليوم البقاء في العراق. نعم. بطلب من حيدر العبادي، هذا يتعارض مع قرار البرلمان الذي صدر قبل أيام ب 130 صوت يعني الذي يجبر حيدر العبادي بضرورة جدولة أو وضع جدولة زمنية لانسحاب القوات الأجنبية. العفو، بالنسبة إلى الصلاحيات التي يعني يتمتع بها السيد رئيس الوزراء، هي صلاحيات يعني تسمح له بأن يعطي الرأي الأخير في هذه المشكلة. ولا تنسى أن هذه الأحزاب قد فهمت المشكلة وذهبت إلى حد الطلب من المجلس الأمن الدولي في أن يتدخل، لأنها اعتبرت صلاحيات خروج القوات الأمريكية من العراق هي صلاحيات خاصة بمجلس الأمن الدولي. وهنا يعني يجب التأكيد بأن هذه الأحزاب تريد الاعتماد على الموقف الروسي الذي هو موقف يعني لا يقبل بالوجود الأمريكي، ولكن الأغلبية الموجودة في مجلس الأمن سوف لا تسمح بنقض يعني أو بإخراج قرار يمنع وجود أو يعني يطلب بخروج القوات الأمريكية في العراق، لأن الولايات المتحدة وعن طريق الناتو وبوجود تركيا سوف تبقى في العراق لا محالة طالما أصبح العراق يعني ساحة لإيران وللمنطقة، منطقة الشرق الأوسط. نعم، يعني لحين انضمام النقيب محمد فوزي اللامي من برلين معنا، نستمر معك بالنقاش أستاذ أمير. يعني حلف شمال الأطلسي أعلن بأن بقائه في العراق جاء بناء على طلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، تتعلق طبعا من أجل مهام تتعلق بالتدريب والتأكد من عدم ظهور تنظيم الدولة مجددا. كيف تقرأ تصريح الحلف؟ يعني هل هناك إمكانية برأيك بعودة تنظيم الدولة في العراق؟ يجب أن يعني نرجع إلى شيء مهم. نعم. وهو عندما خرجت القوات الأمريكية في 2003 وبعد أن عقدت اتفاقية ما سمي آنذاك باتفاقية الإطار الاستراتيجي، يعني أنا في نظري ولو الكثير يعني لا يطلقوني في هذا الرأي، الولايات المتحدة أعلنت عند وجودها في العراق بأنها ترسم ديمقراطية في العراق. نعم. ولكن بعد أن دخلت إيران في الساحة العراقية أصبحت الديمقراطية في العراق في خبر كان. من هذا الولايات المتحدة يعني رجعت إلى العراق، لأن النظام الطائفي، وأنا أرجع على سؤالك، النظام الطائفي الموجود في العراق هو السبب الأول والأخير ظهور الطائفية المقابلة والتي جاءت بطائفية تسمى بتنظيم داعش. لم يأتي يعني بوجود أي اسم بالعراق كان في مكان ما. داعش جاءت بعد أن أصبح العراق ساحة للطائفية وساحة للتشرذ الطائفي ولوجود إيران. لهذا إيران الطائفية هي المسؤولة عن وجود داعش وعن إعادة الوجود الأمريكي في العراق. نعم أستاذ أمير، يعني لمرات عديدة يعني قدم حلف شمال الأطلسي التدريب للقوات الحكومية، برأيك ما هي الفترة الزمنية الضرورية لبقاء كل هذه القوات تحت يافطة التدريب؟ شيء طبيعي، إذا لم يخرج العراق من منطقة تبعية لإيران سوف تبقى مؤسسات الدولة العراقية مؤسسات ناقصة تنقصها الروحية، حب الوطن يعني وقع في الضمير وفي القلب،
لحد الآن هذه المتطلبات لم تكتمل بعد بوجود أحزاب ليس لها أي ولاء للعراق. فلهذا عندما نجد بأن الوجود الأمريكي الإيراني موجود في العراق، فمن السهولة أن يعني أن يبقى الوجود الأمريكي بحجة تدريب العراقيين، لأننا في نعتقد بأن أمريكا ليست يعني في العراق لأجل عيون العراقيين بل لأجل مصالح، وهذه المصالح عندما سوف تهدد من قبل دولة أخرى فإن الولايات المتحدة سوف تأتي يعني حجج للبقاء في العراق، والعراق ليس محتاج إلى أمريكا يعني مدة طويلة إذا في حالة أنه الوضع العراقي كان مستقر وخرجت إيران من مؤسساته السياسية والعسكرية. فلهذا منطقيا أن الولايات المتحدة قد تستعمل هذه الحجة في البقاء، لأن الجيش العراقي سوف ونلاحظ يعني إذا لاحظت معي أستاذ بأن الميليشيات العسكرية أخذت توازي القوى العسكرية للجيش النظامي العراقي. نعم، أرحب بالكاتب والمحلل السياسي شاهين محمد من السويد. أستاذ شاهين محمد، يعني لم يجهز بعد، نعم لم يجهز بعد الأستاذ شاهين محمد. أستاذ أمير، كيف سيكون رد من صوت على قرار يجبر رئيس الحكومة حيدر العبادي بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الأجنبية من العراق بعد إعلان الحلفاء أو الحلف البقاء في العراق؟ كيف سيكون رد أعضاء البرلمان برأيك؟ أنت أشرت بأن القرار ربما هذا القرار يكون أو شبيه هذه القرارات يكون بيد رئيس الوزراء ومن صلاحياته، لكن رد النواب ماذا سوف يكون رد النواب؟ شيء طبيعي. لا تنسى بأن توقيت هذا القرار هذه المرحلة المهمة التي يعني تسبق الانتخابات العراقية سوف يضع يعني الزيت على النار في المشهد السياسي العراقي. أنا في رأيي أنه إذا تطورت هذه الحالة قد تصل إلى حد، وأنا توقعت هذا منذ يعني مدة، إلى حد يعني الانقسام السياسي داخل الأحزاب الطائفية نفسها، لأن هناك نية إيرانية في أن يعني تضع يدها على العراق، وهذه الأحزاب تعمل من أجل هذا الهدف. ولكن لا تنسى أن السيد حيدر العبادي له من التأييد الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، فأنا في نظري أنه سيكون هناك انقسام سيلقي بظلاله على المشهد السياسي العراقي، وقد يتطور إلى حالة من يعني لا أدري كيف نقولها، لأنهم يعني هناك يعني يقف وراءهم من قبل إيران، ولكن المشكلة قد تنفجر وتصبح حالة لا نستطيع من يعني وقتها، لأن الأحزاب المدنية في العراق وخصوصا الميليشيات التي هي ميليشيات وقحة سوف تعمل المستحيل من أجل تنفيذ الأجندة الإيرانية في العراق. نعم، أستاذ شاهين محمد، يعني كيف تقرأ بقاء قوات حلف شمال الأطلسي في العراق بعد طلب من رئيس الوزراء حيدر العبادي؟ الحقيقة تواجد هذه القوات وغيرها يعني هو الحديث عنها في هذه الأوقات هو مجرد توابل إضافية للعملية السياسية في العراق. المحتل الأمريكي هو الذي يدير كل هذه العمليات، وليس للناتو حق البقاء إلا بموافقة أمريكية، ولا للقوات الإيرانية البقاء إلا بموافقة أمريكية. المحتل الأمريكي هو صاحب القرار وهو صاحب السيادة في الموضوع، ولا زال هو محتل ويعترف أنه محتل بدليل أنه يدير العملية السياسية بكاملها ويوجه إيران بالاتجاه الذي يريده. أمريكا محتلة العراق وهي التي تدير كل هذه الحركات السياسية، وهذه ما هي إلا توابل السياسة الأمريكية في هذه المرحلة ما تسمى بالانتخابات. طبعا معروف بأنه في وقت سابق يعني طلب وزير الدفاع الأمريكي من قوات حلف شمال الأطلسي البقاء في العراق. أستاذ شاهين، يعني هل بقاء قوات حلف شمال الأطلسي برأيك يمنع ظهور تنظيم الدولة في العراق من جديد؟ ظهور تنظيم الدولة والتنظيمات الأخرى له مسبباته، ما
تنتفي المسببات ستنتهي هذه. إذا ما لم ينتهي الاحتلال لا يمكن الانتهاء من هذه الظواهر. الاحتلال هو المسبب الأول لوجود أي ظاهرة عنف في العراق منذ 2003 بما فيها مقاومتنا البطلة، ظاهرة هي عنفية ولكن جاءت بسبب الاحتلال. فهذا السبب الأساس هو العملية، الاحتلال هو من أقامها وهو من خلق ظروف الدولة، تنظيم الدولة وقبلها القاعدة، وسيخلق ظروف لظهور تنظيمات أخرى. المشكلة الأساس بالاحتلال، فما إن يزول الاحتلال من العراق ستزول كل الأسباب التي تؤدي إلى العنف في العراق. نعم، الأستاذ شاهين محمد الكاتب والمحلل السياسي كان معنا من العاصمة السويدية ستوكهولم، والأستاذ أمير المفرجي الكاتب والمحلل السياسي من باريس، شكرا جزيلا لكما. أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.